قبر السيد محسن أبو طبيخ اللي موجود بمقبرة وادي السلام. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السيد محسن أبو طبيخ هو أحد رجالات العراق المعروفة ومن قادة الثورة العشرين في العراق. ولد عام 1878 ميلادية في ناحية غماس. كانت غماس وقت ذاك تعرف بالخرم بعد دخول الإنجليز العراق، وعرفت بغماس وهي ناحية من نواحي محافظة الديوانية جنوب العراق وتابعة إلى قضاء الشامية. تشتهر غماس بالنخيل وزراعة الحبوب، ومن عشائرها آل أبو طبيخ وآل ملا جدوع وهم من شمر وآل ملا ياسين. أما آل أبو طبيخ فهم أول من سكن الخرم، ومنهم السيد حسن وهو والد السيد محسن أبو طبيخ، وكان ذلك بحدود عام 1845 ميلادية. لقد كان البروز الأول الذي كان وراء شهرته مساهمته في ثورة العشرين، وكان أحد رجالها. وفي يوم 18 ذي الحجة سنة 1338 هجرية، في يوم 6 تشرين الأول 1920 يوم عيد الغدير، تقرر تشكيل حكومة مستقلة من خلال المجلس الحربي للثورة، وكان أول قراراته تعيين مدينة كربلاء مركز لواء وإلحاق طويريج والنجف وأبو صخير والشامية أقضية تابعات للواء كربلاء، كما تقرر تنصيب السيد محسن أبو طبيخ متصرفا للواء كربلاء، وتعيين السيد نور السيد عزيز الياسري قائم مقام لقضاء النجف وتلحق به الكوفة حتى أبو صخير، ويكون راتبه الشهري 1000 روبية. وقد تبرع السيد محسن أبو طبيخ متصرف كربلاء برواتبه للثوار لسد نفقات عوائل المجاهدين، ولم يبقى من تلك المخصصات شيئا، فكان هذا أول منصب رسمي وتشكيل حكومة عراقية مستقلة في كربلاء. ولكن لم تستمر الحكومة تلك إلا عدة أيام، حيث دخلت القوات الإنجليزية كربلاء بعد ذلك. بعد إخماد الثورة في تشرين الأول 1920. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي، اليوم رجعت لكم بحلقة جديدة. حلقتنا لهذا اليوم متجهين إلى قبر السيد محسن أبو طبيخ اللي موجود مقبرة وادي السلام، اللي هو يعتبر واحد من زعماء ثورة 1920، واللي كان إلى دور بارز بثورة 1920. قبر مالته موجود على مقربة من شارع طوسي بالمقبرة القديمة، وعلى مقربة من السيطرة ومرقد الإمام علي عليه السلام. تعالوا يانا إلى قبر السيد محسن أبو طبيخ. وكان السيد محسن أحد أعضاء الوفد العراقي الذي وصل إلى مكة في يوم 9 آذار سنة 1921، والذي ضم كل من جعفر أبو التمن والسيد نور الياسري والسيد علوان الياسري والسيد هادي المقوطر ومرزوق العواد وشعلان الجبر ورايح العطية وصلال الفاضل وعلوان الحاج سعدون، وكما التحق بهم الميرزا أحمد الإخواندة الخرساني ومحمود رامي. هذا هو قبر السيد محسن السيد حسن أبو طبيخ اللي هو تولد 1886 بمنطقة غماس اللي هي ناحية تابعة إلى قضاء الشامية وتابعة إلى محافظة الديوانية. طبعا توفي السيد رحمة الله عليه في 5/5/1961 في بغداد، وتم دفنه في مقبرة وادي السلام
على مغربه من شارع الطوسي. يعتبر السيد محسن السيد حسن هو علم بارز من أعلام ثورة العشرين اللي حدثت سنة 1920 في محافظة النجف ومحافظة السماوة ومحافظة الحلة، اللي كان له دور في طبعا مناشدة العشائر العراقية وتحشيد الجيوش والثوار من أجل مناصرة إخوانهم في ثورة العشرين والمعركة الرارنجية ومعركة اللي حدثت على شط الكوفة ضد البارجة فلاي، البارجة البريطانية اللي تم قصفها بالطوب أو المدفع اللي تم الاستيلاء عليه من قبل الثوار في معركة الرارنجية، بالإضافة إلى العشائر اللي موجودة في قضاء الشامية أيضا ساندت إخوانهم من كافة ما يملكون من أدواتهم البسيطة اللي هي الخنجر والمقوار والفالة، وتم دحر المحتل وشن ثورة ومعركة طاحنة حدثت في الرارنجية وأيضا في منطقة آل عيسى من قبل أبناء آل عيسى، وبالإضافة إلى عشائر العوابد والحميدات وباقي السادة اللي أيضا تم وياهم. في ثورة 1920 اللي حدثت بالعراق هناك الكثير من الشخصيات البارزة واللي كان لهم دور في هذه الثورة وإنجاح هذه الثورة ودحر المحتل. طبعا اللي يندلهم أو يعرف أماكن قبورهم حتى نقدر نوصلهم خلي يتواصل ويانا بالخاص اللي هو موجود بالوصف حتى نقدر نوصلهم بسهولة ونقرأ لهم سورة الفاتحة ونصورهم وننزلهم على قناة اليوتيوب، لأن هذولا نفتخر بهم ويفتخر بهم كل عراقي غيور شريف، لأنه كان لهم دور في تخليص العراق أو بلدنا من المحتل البريطاني والمحتل العثماني اللي احتلوا عراقنا الحبيب سنة 1920 وحدثت الثورة الكبرى حتى تم الاستيلاء على يعني الاعتداء مالتهم والمواد الغذائية، وأسر منعتهم قسم من الضباط البريطانيين والجنود البريطانيين والهنود اللي وياهم، وتم سجنهم في خان الشيلان اللي موجود في مدينة النجف على مقربة من مقعد الإمام علي عليه السلام، اللي لحد الآن الصور مالتهم موجودة والكتابات موجودة على الغرف اللي موجودة في خان الشيلان. أتمنى أن تقدرون هذا وتتفاعلون بالقناة وتسوون مشاركة للقناة وأهلكم وأصدقائكم وأقاربكم حتى تصعد قناتنا ويصعد التفاعل بها، ونستمر حتى نقدم لكم المزيد من الفيديوهات ونلبي لكم طلباتكم. أما الأصدقاء اللي ما جاي يتفاعلون فإحنا نعتب عليهم، وشكرنا للأصدقاء اللي جاي يتفاعلون ويانا ويخلونا لايكات ويتفاعلون ويانا أول وأول، وتحياتي للجميع. وزكي أمين المدفعي وشاكر القرغولي للالتقاء بالشريف حسين والطلب منه تعيين ولده عبد الله ملكا على العراق في 12 حزيران 1901. احنا ان الفخر ان نزور قبور عمالقة الثورة اللي ساندوا اخوانهم واللي كان لهم دور بارز في ثورة 1920، الثورة العظيمة الثورة الكبرى اللي حثت بالعراق من اجل دحر المحتل. من ضمن هذا الشخصيات هو الزعيم الوطني السيد محسن السيد حسن أبو طبيخ من أهالي غماس اللي كان له دور بارز في مناصرة إخوانه وتوعيتهم من أجل أن تتم الثورة وتنجح الثورة ودحر المحتل. القبر مالته موجود على مقربة مثل ما قلت لكم يم شارع الطوسي، يعني تنزله مسافة 50 متر، والقبر مالته طبعا هو سرداب بس هم سادين الباب مالته فما تقدر تنزله للداخل، بس وصلنا إلى حتى نقرأ له سورة الفاتحة، وأنتم أيضا تقرأوا له سورة الفاتحة. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة إلى روح السيد محسن السيد حسن مسبوقة بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة.
في 12 حزيران عام 1921 غادر فيصل ميناء جدة في الحجاز متوجها إلى العراق على متن الباخرة نورث بروك. وفي الخميس 23/6/1921 وصل البصرة وجاء معه على نفس الباخرة كل من المستر كيرنو ليس ويوسف السويدي ومحمد الصدر. اليوم حلقتنا انتهت يم قبر السيد محسن السيد حسن أبو طبيح اللي هو واحد من الزعماء الوطنيين اللي كان لهم دور بارز في ثورة 20 اللي حدثت ضد المحتل البريطاني في العراق سنة 1920. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد، وانتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلي البازر كان ومحسن أبو طبيخ ونور الياسري وهادي المقوطر وعلي جودة، حيث استقبلهم جون فيلبي ومتصرف البصرة أحمد الصائغ. بعد تشكيل الحكومة العراقية اتخذ السيد محسن من العاصمة بغداد مستقرا له، وتزوج من إحدى عوائلها المعروفة بالسيدة سنية الصندوق شقيقة الآثار العراقي عز الدين الصندوق.